معانا الكابتن بلال حسين وينج شمال، مهارات مفيش بعد كده. عايز اسالك بعض الاسئله كابتن. انا شاهدت لك مباريات كتيره جدا ما شاء الله عليك، مروحه في الملعب، ربنا يوفقك ويكرمك. يعني عايزك تكلمنا عن الانجازات اللي حققتها في الايام الاخيره من بطولات الدوري والكاس، وهل انت من ضمن الناس اللي متصعده ولا لسه ما حدش عنده خلفيه عن الموضوع ده؟ نبدا الاول بالانجازات. هو احنا الحمد لله خدنا من سنتين او ثلاث سنين اول دوري، بعد كده فضل مستوانا ثابت. وطبيعي بعد اول دوري انت تنزل ممكن تاخد سادس سابع كده، بس الحمد لله يعني كيرفنا فضل عالي. خدنا تاني، والسنه اللي بعدها اللي هو السنه دي خدنا تاني الحمد لله برده في الكاس. السنه اللي قبلها خدنا تاني وتاني، ده انجاز قوي. بعدين الدوري بيبقى طويل، الناس كلها نفسها بيتعب كل حاجه، بس فضلنا محافظين على نفسنا الحمد لله وربنا وفقنا. يعني ده بالنسبه للانجازات. بالنسبة للتصعيد، حد عندك خلفية عن حاجة ولا؟ لا بصراحة ما عنديش، يعني مش عارف. يعني انا اعرف ان السنة اللي فاتت كنت متصعد، واللي قبلها كمان، بس يعني كل سنة وليها ظروفها. يعني انا عندي السنة دي قدامي تلات وينجات اكبر مني، فبيبقى في تمرين وكده، ربنا يسهل ان شاء الله. يعني سبب الدموع اللي كانت في عينيك بعد المباراة؟ خلاص بقى. الناس بقى لها 16 سنة معايا، مش عارف. خلاص مش عارف. انتوا بتحسسني ان انتوا كل واحد هيسافر على بلد، مش هتشوف بعض تاني. ممكن نلعبوا بقى، ممكن نلعبوا مع بعض كوره حتى. طبعا ممكن، بس دول كل يوم بشوفهم، كل يوم بغلس على بعض. الموضوع بيبقى اكتر من الاخوات. فعلا انا كنت اسمع الكلام ده في الافلام والكلام ده، بس فعلا. كابتن بلال مش عايزك تعيط، انا عايزك تقول كلمه للفرقه بتاعتك وللمدير الفني. طبعا كابتن حلمي بنشكره على المجهود اللي عمله معانا، بس دول بقى مش عارف اقول لهم ايه، مش عارف اقول لهم ايه ولا ايه. مفيش حاجه اقولها لهم، فعلا دول احسن حاجه حصلت في حياتي. طب كلمه اخيره لاولياء الامور اللي تعبوا معاكم وسافروا معاكم في كل حته. دول بقى السبب الاساسي ان احنا نبقى نوصل لكده، ومن غيرهم طبعا ودعواتهم وكل حاجه دي ما كناش هنوصل اللي احنا فيه يعني. بس الحمد لله كل شيء يعني. الحمد لله. شكرا كابتن بلال، بالتوفيق ان شاء الله.